ننتقل للتوقعات العالمية حول مستقبل قطاع الطاقة المصري في ظل الاكتشافات البترولية المتعددة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها طبعا حقل ظهر للغاز المسال بموقع أويل برايس الأمريكي، اللي قال في تقرير له النهاردة مستقبل النفط والغاز في مصر مشرق للغاية، ودخول شركات الطاقة الدولية في مجالات البحث والتنقيب في مصر سيعمل على المزيد من الثروات المصرية. التقرير كمان أشار إلى إن الامتيازات الكبرى اللي فازت بها شركات الطاقة الدولية من خلال معرض إيجيبتس 2019 اللي انعقد مؤخرا تظهر شهية كبرى لهذه الشركات في تلك المنطقة المهمة الناشئة في مجال الطاقة. طبعا كل هذه توقعات الحقيقة مبشرة للغاية. احنا معانا على التليفون الدكتور حسين محمد حسين، خبير الاستكشافات البترولية. مساء الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم. اهلا بيك. قراءتك ايه دكتور حسين لما تضمنه تقرير الموقع الامريكي بشان مستقبل الطاقه في مصر؟ هو الحقيقه مستقبل الطاقه في مصر واعد جدا، وده بناء على دراسات علميه قبل ما نوصل النهارده تقريبا من 6 أو 7 سنوات. قام اكبر مركز دراسات في العالم على حوض البحر المتوسط، ده امريكي، واظهر ان في حوالي في مصر في دلتا النيل، يعني في مياه مصر، حوالي 234 تريليون قدم مكعب مخزون، بالاضافة الى الدول المجاورة ان موجود برضو كميات كبيرة من الشرق، من الغرب للشرق، 110 120 97 لسوريا لبنان والاخر. وبالتالي يظهر هذا التقرير أن حوض شرق البحر المتوسط واعد للغاية، وما زال محتاجين استكشافات كبيرة جدا فيه. طب احنا اتفضل يا فندم. النقطة الثانية حضرتك، الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا استقرار من كل النواحي. كان في متأخرات للشركات الأجنبية اوريدي اتدفعت ليهم. ثانيا، ان اقبال الشركات الكبيرة زي اكسون موبيل وشيل موجودة في مصر، وبدأت بعد ما سابت البحر المتوسط رجعت البحر المتوسط تاني، في شركات تانية زي اديسون، في دانا جاز، في بريتش بتروليوم، في كل الشركات الكبيرة اوريدي تواجدت في المعرض الاخير، وكل شركة منها استحوذت على منطقة أو منطقتين أو 3 مناطق. طب إحنا إزاي ممكن نستفيد من هذه الإشادة في تعزيز استثمارات الطاقة في مصر يا دكتور حسين؟ أعتقد الاستفادة القصوى أو التي نتطلع عليها إن مصر تكون مركز للطاقة العالمي في حوض البحر المتوسط. وبالتالي إن إحنا عندنا التسهيلات الموجودة لتسييل الغاز مش موجودة غير في مصر حاليا في حوض البحر المتوسط، وبالتالي كل الاكتشافات التي تنمى وستنمى في المستقبل لازم تعدي على الفاسيلتيز او التجهيزات بالنسبة للغاز. وبالتالي مصر تقع ايضا في الالتقاء في اماكن او في موقع التقاء الشرق بالغرب، وبالتالي قناة السويس بما لها من التفريع الجديد او مش التفريع القناة الثانية، وبالتالي ما عادش في ركود او ركون للشيبمنت، ان كل الشيبس ما عادش هتقف دلوقتي، كله هيبقى طالع البحر المتوسط او نازل البحر الاحمر. وزيد على هذا ان شاء الله قريبا الوزارة ستفتح او ستعلن عن مزايدة اخرى في البحر الاحمر، وان شاء الله سنشهد اقبال شديد في البحر الاحمر كذلك. وفي النهاية ان مصر الاستفادة الكبرى انها ستصبح مركزا اقليميا للطاقة، وبالتالي نقدر نجذب كل الغازات المكتشفة
للفاسيلتيز اللي عندنا علشان تسيل وعشان يعاد تصديرها استخدامها داخليا ويعاد تصديرها فيما بعد. ممتاز. انا طب معلش قبل ما نشكر حضرتك، الموقع قال ان الاستقرار والامن هم كلمه السر يا دكتور فيما تشهده مصر من انجازات في مجال الطاقه، شايف ازاي يعني اهميه العنصرين دول في جذب الشركات الاجنبيه في هذا المجال تحديدا لمصر؟ تمام يا فندم. بالنسبه للاستقرار والامن هو هيجي رقم واحد قبل كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. رقم واحد الاستقرار والامن، ان هناك شركات في اعقاب الثوره اوريدي مشوا من مصر والحمد لله كلهم رجعوا، ورجعوا بكثافه عاليه جدا بما يتناسب مع الاستقرار الامني والاقتصادي للمنطقه. طيب التقرير كمان اشار لان قصه نجاح حقل ظهر ممكن ان يتم تدعيمها بمزيد من النتائج الايجابيه من جهود الاستكشاف الحاليه في حقل نور البحري، ازاي ممكن ده يحصل بالشكل المطلوب وامتى نقدر نقول ان مصر فعلا اصبحت مركز اقليمي كبير للغاز؟ هو في الحقيقه مش نور بس، لان نور ما زالت الشركة المنفذة بتحفر هذا البير لكي تثبت أن هناك مواد هيدروكربونية أو غاز. في شركتين ثلاثة تانيين ناحية الشرق، في منهم شركة دانا جاس وفي شركة إديسون برضو بيجهزوا لحفر استكشافي، وإن شاء الله هيبقى في أكتر من ظهر إن شاء الله بإذن الله، سواء في نور أو في الأماكن الواعدة ناحية الشرق اللي هي مع إديسون ومع دانا جاس. تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين، شكرا لحضرتك يا فندم.